السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة التناصح ونستهلها بأبرز العناوين. انطلاق الاحتفالات الشعبية والرسمية في ذكرى المولد النبوي الشريف وجهاز الإسعاف والطوارئ يعلن أعداد الإصابات في الاحتفالات. رئيس المجلس الأعلى للدولة يعرب عن استغرابه لانتقائية قرار مجلس الأمن بخصوص العقوبات على ما يوصف بمعرقلي الاتفاق. عضو مجلس النواب سهام سريجيواس تصريحات حفتر بشأن القيادة العليا للجيش وتعتبرها انقلابا على البرلمان. أهلا بكم في تفاصيل نشرتنا. هذا جانب من الاحتفالات الشعبية بذكرى المولد النبوي الشريف في العاصمة طرابلس. نتابع. هذا ورصدت عدسة التناصح قيام جهاز الأمن المركزي تجورة بدوريات أمنية والتمركز على مفارق الطرق بالبلدية لتأمين وتنظيم احتفالية يوم المولد النبوي. نتابع. عملية تأمين تشمل من منطقة غوط الرمان تجورة إلى البيفي إلى جزيرة إسبان شمالا. يعني الخطة داخل نطاق الحدود الإدارية لبلدية تجورة بالكامل، ومكان التجمع طبعا مكان الاحتفالية بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في جامع مراد آغا، اللي هو ممكن تقدروا تشوفوا يعني أكثر كثافة أمنية موجودة غادي. وبالنسبة للعدلاليات والأفراد فعندنا قوة حاليا، هذه القوة اللي تأمن أكثر من 80 آلية، أكثر من 80 يعني دورية شرطة، وفي مازال قوة احتياطية تتطلب الأمر. انطلقت بعدد من المدن الليبية والإسلامية الاحتفالات الشعبية والرسمية بالمولد النبوي الشريف، وتضمنت الاحتفالات أشكالا عديدة تنوعت بين مدينة وأخرى في طرق الاحتفال، ويقبل الأهالي في هذا اليوم على الأسواق والمحال التجارية التي تشهد حركة ونشاطا ملحوظا لشراء وانتقاء لوازم إحياء الذكرى. من زار النبي ومشى هذا جانب من الاحتفالات الشعبية ومظاهر الفرح بذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة بنغازي. Thank you.
وهذا أو أعلن المتحدث الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي عن وصول حالات الإصابة الناتجة عن الألعاب النارية لليلة المولد إلى 36 حالة. علي أوضح في تصريح للتناصح أن 20 مصابا تمت حالتهم إلى مستشفى الحروق والتجميل بشارع الزاوية بسبب الإصابات في اليد، مضيفا أن 10 حالات نقلت إلى مستشفى العيون، مبينا أن الإصابات تراوحت بين الخفيفة والمتوسطة. أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن استغرابه من وجود ما وصفه بانتقائية في قرار مجلس الأمن الذي تم فيه اتخاذ عقوبات على بعض الشخصيات ممن سميت بالمعرقلة للاتفاق السياسي وترك آخرين، مبينا أن هناك أطرافا أخرى معرقلة للاتفاق لم يشملها القرار. المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة الاثنين أوضح بأن المشري خلال لقائه بالمبعوث الأممي غسان سلامة بطرابلس ناقشا فيه التجهيزات للملتقى الوطني الجامع المقترح من البعثة الأممية والذي سيرتكز على عدد من النقاط، أهمها مشروع الدستور والترتيبات الأمنية ومشروع قانون الانتخابات. وصفت عضو مجلس النواب سهام سرجيوا طلب قائد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر نقل صلاحيات القائد الأعلى للجيش إليه بالانقلاب على السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وفق قولها. وأضافت سرجيوا في تصريحات إعلامية الاثنين أن حفتر عين بلا إجراء انتخابات داخل مجلس النواب، وأن الوحيد القادر على إقالته أو الإبقاء عليه هو رئيس المجلس عقيلة صالح الذي عينه في هذا المنصب. قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إن حفتر مارس الضغط على رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز السراج من خلال مفاوضته على منصب القائد الأعلى للجيش مقابل بقاء السراج في منصبه. المشري أكد في تصريح إعلامي الأحد أن موقف المجلس متطابق مع موقف المجلس الرئاسي الرافض لنقل منصب القائد الأعلى في جيش الليبي إلى مجرم الحرب حفتر. وفي سياق متصل أشار المشري إلى أن العلاقة بين حفتر ومجلس النواب المنحل منفلتة، مضيفا أن حفتر خسر مجلس النواب من خلال تجاوزه من منحه الشرعية ليكون قائدا أعلى. هذا واستهجن المجلس البلدي مصراتة ما أسماه الانتقائية في فرض العقوبات على البعض وترك المعرقلين الحقيقيين بدون أي عقوبات. بلدي مصراتة طلب في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية البعثة الأممية بأن تكون عملية فرض العقوبات شاملة وحقيقية لكل السياسيين والعسكريين والإعلاميين وكل المعرقلين للعملية السياسية. ودعت البلدية في بيانها كافة الليبيين إلى التكاتف لمحاسبة العابثين بمصير الدولة الليبية وتحميلهم نتائج أعمالهم السيئة. وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على آمر لواء الصمود العميد صلاح بادي وفقا لادعاء نشر على موقع الوزارة اليوم الاثنين. من جهتها رحبت فرنسا بتبني مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات فردية على العميد صلاح بادي بناء على مبادرة من فرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مؤكدة أن هذه العقوبات هي التزام من المجتمع الدولي بدعم استمرار العملية السياسية في ليبيا وفق زعمها. وبعد إعلان فرض عقوبات دولية في حق العميد صلاح بادي شهدت ساحات كل من مصراتة وطرابلس حالة من الاستهجان والاستنكار للقرار، مستغربة ازدواجية المعايير التي يعمل بها المجتمع الدولي. نتابع التقرير التالي. اسم جديد في قائمة الشخصيات الليبية الصادرة بحقها عقوبات دولية بموجب قرار مجلس الأمن لسنة 2015 والتي قيل عنها بأنها تعمل على تقويض الحل السياسي في ليبيا. فبعيد إعلان الخارجية البريطانية وبالتنسيق مع واشنطن وباريس عن موافقة مجلس الأمن الجمعة على فرض عقوبات بحق قائد لواء الصمود بمصراتة العميد صلاح بادي ومنعه من السفر وتجميد أرصدته،
جاءت ردود فعل محلية رافضة للقرار متهمة المجتمع الدولي بازدواجية المعايير والعمل المنحاز لطرف دون آخر. أهالي مصرات في وقفة احتجاجية أمام قاعة الشهداء بالمدينة بدورهم وصفوا قرار فرض عقوبات على العميد صلاح بادي بالغير المنصف، مستهجنين غض الطرف عن الانتهاكات التي تقوم بها المجموعات المسلحة في طرابلس ومدن الشرق الليبي. ففي الوقت الذي دمرت فيه ميليشيات المجرم حفتر مدينتي بنغازي ودرنا وهجرت أهاليهما مستعينا بالمرتزقة الأجانب ورافض الانصياع لقرارات مجلس الأمن بشان حظر توريد الأسلحة، إضافة إلى عدم استجابته لطلب تسليم المجرمين إلى محكمة الجنايات الدولية، يتم فرض عقوبات على توار 17 من فبراير أمثال العميد صلاح بادي الذي عرف عنه تضحياته من أجل الوطن ونكرانه لذاته وكفاحه من أجل الحق ونصرته. من جهته استنكر تجمع أحرار وحرائر ميدان الشهداء بطرابلس ما أسموه انحياز بعثة الأمم المتحدة إلى قائد ميليشيا الكرامة خليفة حفتر والإصرار على إبقائه في المشهد والتوعد والتهديد لشخصيات وطنية أخرى. من الانحياز الصارخ والمفضوح لطرف شخصية مجرم الحرب حفتر مع الإصرار على إبقائه دائما في المشهد وفرض كامر لا مفر منه، في حين التوعد والتهديد لشخصيات أخرى مشهود لها بالولاء للوطن مع فرض عقوبات عليها وذلك بإصدار قرارات ظالمة من مجلس الأمن، بينما يترك المعرقلون الفعليون من داعمي ميليشيات الكرامة لما كما نستنكر وندير ما يمارس في الداخل من قبل جهات مسلحة محسوبة على حكومة مخرجات الصخيرات اللا شرعية من اختطاف وحجز لبعض الشخصيات الوطنية الثائرة والحرة وبصورة متكررة. البعثة الأممية للدعم في ليبيا في تعليق لها على القرار الصادر بحق بادي أشارت إلى أن مجلس الأمن سيحاسب من يرفض الالتزام باتفاقات وقف إطلاق النار ويواصل تهديد المدنيين والمرافق المدنية والمؤسسات السيادية على حد وصفها. إذن هي قائمة العقوبات التي أعلن عنها الرئاسي المقترح في منتصف سبتمبر الماضي والتي قال بأنها ستشمل شخصيات ليبية دون ذكره للتفاصيل، تهديد ووعيد تلوح به العصا الدولية في غرب البلاد تاركين الحبل على الغارب في شرقها والتي يراها البعض بأنها عمليات لتصفية الخصوم ومعايير تطبق في جانب دون آخر. قال رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح إن هناك شبه إجماع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول تشكيل مجلس رئاسي جديد يتشكل من رئيس ونائبين، وأكد صالح في لقاء تلفزيوني أن أي اتفاق بين مجلسي النواب والدولة سيتم اعتماده من قبل المجتمع الدولي، مشيرا إلى تأكيدات سلامة بذلك، وأضاف في الوقت ذاته أنه سيتم التوصل إلى التشكيل الجديد خلال الأسابيع القادمة. وأشار رئيس النواب إلى أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري أكد على هذا التوافق خلال مأدبة العشاء على هامش مؤتمر باليرمو الذي أقيم الأسبوع الماضي. هي مش المشكلة، أنا على اتفاق، ونحن أعتقد أن يعني فيه شبه إجماع، نتوقع أن يكون خلال الأسابيع القادمة أن بين مجلس الدولة ومجلس النواب على هذا الاتجاه، وضع الآلية والقواعد لهذا الاختيار. هو المشتري حقيقة أنا يعني غير مختص بالحكم عليه، لأن الآن على الأقل يعتبر طرف آخر في العمل السياسي، فهو مش من حقي أن يقول نصفه، هو مواطن ليبي. كشف رئيس مجلس النواب المنحل عقيل صالح أن ميزانية البرلمان هي في حدود 100 مليون دينار تصرف على المرتبات والتنقلات والقرطاسية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مجالا للفساد. وأكد عقيل صالح أنه بعيد كل البعد عن الشبهات، وأوضح أنه سافر 12 مرة إلى مصر عن طريق البر توفيرا لمصاريف الرحلات بالطائرة، وأنه لم يعين أي من أبنائه 19 في مناصب بالدولة، بل ولم يأخذ حتى بدل كروت هاتف حسب قوله.
تصريحات إعلامية مثيرة أخرى لرئيس مجلس النواب المنحل تلاقي امتعاضا من قبل المواطنين. التفاصيل في التقرير التالي. المصالح طبعا كما انتم عارفين تتضارب ولا مرة أخرى يخرج عقيل صالح على الفضائيات بتصريحات مثيرة للجدل تتعلق بمصروفات مجلس النواب المنحل وأعضائه. هذه المرة كشف صالح بأن ميزانية مجلس النواب تبلغ 100 مليون تصرف على المرتبات والتنقلات والقرطاسية، مضيفا بأنها قيمة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مجالا للفساد. وفي دولة سجلت فيها تقارير ديوان المحاسبة الليبي سواء بطرابلس أو تلك التي بجانب مجلس النواب المنحل تجاوزات عديدة في جميع المؤسسات الحكومية بلا استثناء، ولكن يبقى التأكد من مصداقية تصريحات صالح صعبة المنال، نظرا لأن المجلس المنحل منيع عن مراقبة الديوان بحسب القوانين. وأضاف صالح في معرض حديثه ردا على اتهامات له بالفساد، حيث قال إنه بعيد كل البعد عن الشبهات، مشيرا إلى أنه سافر 12 مرة إلى مصر عن طريق البر توفيرا لمصاريف الرحلات بالطائرة. ليس هذا وحسب، بل صرح بأنه لم يعين أي من أبنائه 19 في مناصب بالدولة، بل إنه لم يأخذ حتى بدل كروت لهاتفه. وفي عودة لتاريخ تصريحات عقيل صالح، تجد ما يتناقض مع هذه التصريحات عندما اشتكى بأن راتب النائب بالبرلمان الذي يبلغ 16,000 دينار قليل ولا يكفيه، مفضلا زيادة الراتب إلى 50,000 للنائب حتى يجابه الغلاء وشراء صوته، وهو يفضل أن يحدث كل هذا بعلم المواطن وموافقته، وهو الذي يحصل على مرتبه بشق الأنفس. هو يعني بالنسبة للرواتب النواب رأي مش رواتب كبيرة، يعني خاصة في هذا الوقت. أنا لو كان نعطيه حتى 50,000 حتى نحصنا من أن يشترى، تكون علني ومعروفة عند الليبيين، لكن تخشى أن تعطيه 10,000 ولا 5,000 وبعدين يشترى. تصريحات اتفق عدد كبير من الليبيين على أنها مستفزة لمشاعرهم ولأوضاعهم الصعبة، فمتى يفيق الساسة من غفوتهم ويلتفتون إلى بناء الدولة ومصلحة المواطن التي أقسموا على رعايتها يوما ما؟ بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني في روما مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا عدة ملفات بينها الأزمة الليبية. وأشاد الرئيس الإيطالي بمشاركة دولة قطر في مؤتمر باليرمو الدولي حول ليبيا الذي أقيم الأسبوع الماضي. جاء ذلك في تصريح صحفي تزامنا مع زيارة أمير دولة قطر لإيطاليا التي كان قد جرى خلالها مناقشة الملف الليبي وسبل المساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار، وفق ما ذكرته وكالة آكل إيطالية. قال نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الجامع صبحي سلامة إن اللجنة التحضيرية تدرس بيانا يحدد فيه رسالة المؤتمر وأهدافه، حيث إنه من المفترض أن يصدر قريبا. وأضاف سلامة أن خطط المؤتمر مبنية على دراسات واقعية يمكن تحقيقها، مشيرا إلى أن البعثة الأمم المتحدة في ليبيا لم تحدد المشاركين في مبادرتها نحو المؤتمر الوطني العام، لكنها ستحدد أمر المشاركين في الأسبوع المقبل. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مرور 83 عاما على استشهاد رمز المقاومة الفلسطينية عز الدين القسام. Oh,
نعلن لأبناء شعبنا الكريم مباشرة حكومة الوفاق الوطني لمهامها من العاصمة طرابلس. المعيشة غالية، سيولة ما فيش، إني قاعد هم المواطن كل يوم يجري علي قوت عيشة والله. وقد تم البدء بوضع الخطط والمعالجات الاقتصادية والمالية. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، إن شاء الله ربي يحرقهم وخلاص كلهم على ما فيهم اللي في الحكومة كل. عطونا نرتاحوا بس. نعانوا إحنا اللي بيهم من غلاء الأمور، ننضربوا بالبي بي آر قدام المصارف. الجو البلاد محروقة، البلاد ضي ما فيش، مية ما فيش. يا ودي كلام فيك وعش متكلمني يا أخي، يا ودي كلام فيك وعش متكلمني يا أخي. أهلا بكم من جديد. شرعت إدارة توزيع طرابلس بالشركة العامة للكهرباء الاثنين في تنفيذ حملة إنارة وصيانة واسعة لشبكة الإنارة وسط مدينة طرابلس، وتهدف الحملة بحسب الشركة العامة للكهرباء إلى تحسين وضع الإنارة وإظهار مدينة طرابلس بشكل حضاري. وقد شملت حملة الإنارة اليوم طرابلس المركز وتستمر على مدى 3 أشهر، يتم من خلالها صيانة أعمدة الإنارة القائمة في عدد من الشوارع والطرق بمدينة طرابلس من أجل إرجاع شبكة الإنارة إلى وضعها الطبيعي. قال آمر القطاع الأوسط بحرس السواحل الليبي توفيق محمد إن السلطات الليبية أنزلت بالقوة ما يزيد على 90 مهاجرا من على متن سفينة شحن انقذتهم قبل أن ترسو بأحد المواني غربي طرابلس. ويشار إلى أن سفينة الشحن انقذت عددا من المهاجرين غير الشرعيين من الغرق شمال شرقي مدينة الخمس. وفي 8 نوفمبر الجاري، بناء على طلب القطاع الأوسط لحرس السواحل الليبي، وصلت إلى ميناء مصراتة إلى أن المهاجرين رفضوا النزول بعدما علموا بعودتهم لمصراتة بعد مغادرتهم ليبيا. هذا وأعلن جهاز حرس البلدي جدابية عن إصابة 38 مواطنا بحالة تسمم غذائي بعد تناولهم وجبات طعام من مطعمين بالمدينة. جهاز الحرس جدابية أوضح عبر صفحته الرسمية أن المصابين قد نقلوا إلى المستشفى أحمد المقريف لتلقي العلاج، مضيفا أن الجهاز قام بعد الحادثة بعدة حملات تفتيشية شملت كل مطاعم المدينة، مبينا أنهم أوقفوا عددا منها لعدم توفر الشروط الصحية والعديد من المخالفات الأخرى. نظم مجلس العلاقات الأمريكية الليبية مؤتمرا في واشنطن ألقت فيه مندوبة البنك الدولي إلى ليبيا محاضرة قالت فيها إن هناك احتمالا لانهيار الاقتصاد الليبي لأسباب كثيرة، أهمها أن عوائد النفط حالية غير كافية لسد احتياجات الدولة المالية مع وجود عجز في الميزانية يعادل 60-70% من الناتج القومي تقريبا. وأضافت المندوبة أن مصروفات المرتبات تعادل 47% من الناتج القومي، وهو أكبر بند مصروفات مرتبات في العالم. وقالت المندوبة إن الحل يكمن في توحيد المؤسسات المالية والاقتصادية واقتصار دعم السلع والمحروقات على الفقراء والمحتاجين وتقنين المصروفات غير الضرورية.
أعلن البنك الفرنسي سوسيتي جينيرال الاثنين أنه سيدفع غرامة مالية تقدر بحوالي 1.34 مليار دولار لانتهاك قواعد العقوبات. وحسب ما ذكرت صحيفة ماكغي واتش، فإن هذه الغرامات ستذهب إلى وزارة العدل ومكتب مراقبة الأصول الأجنبية ومكتب النيابة العامة في مقاطعة نيويورك وإدارة نيويورك للخدمات المالية. وأضافت الصحيفة إن البنك قد قام بالتعامل مع مليارات الدولارات بشكل غير قانوني، مع وجود معاملات غير شفافة مع الأطراف في البلدان الخاضعة للحظر أو غير ذلك من قبل الولايات المتحدة، بما في ذلك إيران والسودان وكوبا وليبيا. كشف مدير إدارة المدفوعات الوطنية بالمصرف المركزي الموازي بالبيضاء أسامة ليبرش بأن أرباح خدمات الدفع الإلكتروني بلغت ما قيمته 2.5 مليار خلال 8 أشهر الأولى من هذه السنة. وأفاد ليبرش بأن خدمة ادفع لي التابعة لمصرف التجارة والتنمية حققت أرباحا تصل إلى 350 مليون دينار بعدد اشتراكات بلغت 270 ألف مشترك، بينما حققت خدمة موبي كاش التابعة لمصرف الوحدة ما يقارب من 300 مليون دينار باشتراكات وصلت إلى 250 ألف، فيما حققت خدمة سداد التابعة لشركة المدار 300 مليون باشتراكات وصلت إلى 85 ألف مشترك. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله إن ليبيا تتوقع أن تعفيها منظمة أوبك وحلفاؤها من منتجي النفط من أي تخفيضات في إنتاج النفط قد يقرونها في المستقبل. ونقلت وكالة بلومبورغ الأمريكية عن صنع الله قوله إن مجتمع أوبك يتفهم الصعوبات التي تواجهها ليبيا في قطاع النفط، مضيفا بأنه يجب مراعاة ذلك الأمر عند إقرار التخفيضات. وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بأن مصلحة أوبك والبلدان من خارج المنظمة ضمان قدرة المؤسسة الوطنية للنفط وليبيا على الوفاء بالالتزام التي تقرضها عليهما السوق لحماية الأسعار والتقليل من التقلبات. تمر اليوم الذكرى 83 لاستشهاد شيخ المقاومة محمد عز الدين القسام بعد تاريخ طويل من النضال ضد الاستعمار. التقرير التالي يوضح المزيد. هذا الشهيد العالم المفضال من قد كان في الإرشاد خير آميني، هو شيخنا القسام أول رافع علم الجهاد بنا لنصر الدين. أبيات شعر نقشت على قبر الشهيد عز الدين القسام وصفت الطريق الطويل الذي سلكه منذ صغره. ولد القسام في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية في سوريا عام 1883، وتلقى دراسته الابتدائية في بلدته ورحل عنها في سن 14 إلى مصر، حيث درس في الأزهر الشريف على يد الشيخ محمد عبده والعالم محمد الطوخي. كان منذ الصغر متعصبا لقضايا المسلمين وثائرا، وكان يدعو إلى محاربة الفقر والبؤس بالعمل الدؤوب. في 10 أكتوبر 1918 احتل الأسطول الفرنسي الساحل السوري، فكان عز الدين القسام أول من رفع راية المقاومة، وكان جهاده ضد الاحتلال مرتكزا على التعبئة المعنوية وبيع ما يملك لشراء السلاح. كان للقسام دور بارز في محاربة الغزو الإيطالي لليبيا عندما حصرت طرابلس سنة 1911، ووصل خبرها إلى بلاد الشام فثارت موجة عارمة من الغضب، وأخذ القسام بغيرته وقدرته الخطابية يؤثر في أهل بلدته، وقاد مظاهرات كانت إحدى هتافاتها يا رحيم يا رحمن غرق أسطول الطليان. ولم يقتصر رفضه لاحتلال ليبيا على المظاهرات فقط، بل تمكن من تجنيد مئات الشباب من الساحل السوري، وتعهدت له الحكومة العثمانية بنقلهم إلى ليبيا
ولكن الأمر لم ينجح، وطال انتظارهم في ميناء الإسكندرونة بتركيا مدة 40 يوما. استمر كفاح القسام وجهاده، وخاض العديد من المعارك ضد الانتداب البريطاني، وتوج نضاله في معركته الأخيرة في 20 نوفمبر سنة 1935، حيث حاصرته القوات البريطانية في أحراش يعبد مع رفاقه، وقطعت الاتصال بينهم وبين القرى المجاورة، وطالبتهم بالاستسلام، لكنه رفض واشتبك مع تلك القوات، وأوقع فيها أكثر من 15 قتيلا في معركة غير متكافئة، أسفرت عن استشهاد القسام، وأضحى بذلك علما من أعلام الجهاد يتردد اسمه في كل البلاد العربية. رحل القسام، ولكن اسمه لم يرحل، وأصبح رمزا للمقاومة الفلسطينية والجهاد المسلح. وهذه نظرة في أسعار العملات. ختام النشرة، ونذكركم بأبرز ما جاء فيها. انطلاق الاحتفالات الشعبية والرسمية في ذكرى المولد النبوي الشريف، وجهاز الإسعاف والطوارئ يعلن أعداد الإصابات في الاحتفالات. رئيس المجلس الأعلى للدولة يعرب عن استغرابه لانتقائية قرار مجلس الأمن بخصوص العقوبات على ما يوصف بمعرقلي الاتفاق. عضو مجلس النواب سهام سرقيوة تصريحات حفتر بشأن القيادة العليا للجيش وتعتبرها انقلابا على البرلمان. كما تابعتم أيضا مرور 83 عاما على استشهاد رمز المقاومة الفلسطينية عز الدين القسام. نهاية النشرة، ونشكركم على طيب المتابعة. إلى اللقاء.